السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن سفير الشغل. النهارده هكلمك عن سوشيال ميديا جديدة كلمتني من فترة. أنا بنزل بوستس ليها دايما. سوشيال ميديا اسمها باز. باز دي سوشيال ميديا أجريجيتور. يعني إيه سوشيال ميديا أجريجيتور؟ سوشيال ميديا أجريجيتور معناها إن هو زي بلاتفورم أو موبايل أبلكيشن، يعني هي ليها كمان موبايل أبلكيشن على أندرويد وعلى أي أو إس. تقدر تستفيد، تقدر تبراوز كل السوشيال ميديا بتاعتك سواء فيسبوك أو يوتيوب او سوشيال ميديا تانية ممكن تكونوا حضراتكم متعرفوش، زي تمبلر، زي بلوجر، زي ووردبريس وهكذا. ده بالنسبه لفكره باز. دي اول ميزه فيها. التانيه ان انت تقدر تتابع تريندنج، تقدر يقول لك ايه التريندنج على الفيسبوك، ايه التريندنج على تويتر، ايه التريندنج عليه هو نفسه عشان تقدر تستخدمه بكل سهوله. فهو دي طبعا برضو حته تانيه مهمه جدا. الحاجه التالته بقى، انت اول ما بتعمل اكونت بيقول لك عايز تتابع ايه، عايز مهتم انت باخبار الرياضه، باخبار السياسه، باخبار السفر، مهتم بأخبار الدول وهكذا، مهتم بأخبار الفنانين، الأفلام وحاجات كتير، يعني نوعيات الأخبار بشكل عام. فبرضو دي مفيدة، دي حتة بصراحة عجبتني جدا. الأكثر والأكثر والأكثر إن أنا اللي عجبني يعني في الفكرة بشكل كبير جدا ومركز فيها مع الأبلكيشن ده، إن أنا تقريبا بقدر أبراوز كل حاجة أنا محتاجها منه. أقدر أنزل بوستس على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب منه. دي كمان كانت ميزة مهمة جدا، إنه مفيش بقى ليميت للفريند. فانا مثلا عندي اكونت، عندنا اكونت بتاعي 5000 فريند، فبقدر اضيفكم كلكم على الاكونت العادي بتاع باز بتاعي. فانا اتمنى ان انتم تتابعوني في اللينك اللي هيبقى موجود في الفيديو، واتمنى تستفادوا من الابلكيشن. انا شايف ان فكره جديده بصراحه، وفي نفس الوقت انا مبسوط ان في حاجه عربيه فعلا الواحد بتنافس حاجات اجنبيه زي فيسبوك او زي اليوتيوب. فانا شايف ان هي فكره هايله جدا 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 تستحق الدعم. ما انكرش ان الفيديو يعتبر اعلان ليهم، بس انا شايف ان هم فكره جديده تستحق الدعم. وغير كده كمان ليهم فوائد كتير جدا. انا كيوزر عادي بستخدم السوشيال ميديا كل يوم، محتاجها وبستفاد منها، فبشيرها معاكم عشان تستفادوا منها وممكن تحتاجوها. ما تنسوش بقى تضيفوني عشان انا عندي ليميت يعني على الفيسبوك، فسهل جدا تضيفوني على باز. ما تنسوش بقى تتابعوا هاشتاج سفينه بذكور الشغل. السلام عليكم.